أشكركم جميعا على محبتكم وأرجو لكم كل خير. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول هل يجوز للراهبة أن تلبس التونية البيضاء وتخدم في المذبح المقدس أثناء القداس الإلهي، حيث حدث هذا بالفعل في أحد أخيرة الصعيد؟ لا يجوز لأي امرأة أيا كانت مهما بلغت درجة من القداسة أن تخدم في المذبح المقدس أثناء القداس الإلهي، ولا يجوز لراهبة أن تلبس التونية البيضاء وتدخل إلى الهيكل. كل ده غلط، وإن كان حدث هذا في أحد أريرة الصعيد قولوا لي على اسم تير وأنا أطلع.